أنا هنا عز الدين، بكره الضلمة وبحب أصحى مع ضوء الفجر، بحب العصافير أما تبص في عينيا وتزقزق وبعدين تطير للسما، وبحب الكتكوت لما يخرج من البيضة ويصوصو، والسمكة لما تنط في البحر قدام عينيا. حلمت امبارح بانفجار رهيب ودخان غطى كل البيوت، بكره الحرب وبخاف من المجهول. صباح الخير يا جميل. انت فين يا بت؟ بقالي فترة بحاول اعمل شاتنج معاكي، مش عارف. انا بكلمك من على القمر يا قمر. يخرب عقلك، ده انت طلعتي طق اكتر من جدك الله يرحمه. انا ساكنة في مدينة رانكلي ليتس اللي نزل فيها أرمسترونج يتمشى من 83 سنة. شكله ايه القمر يا امل؟ نفسي يا تيتا تيجي تزوريني علشان تشوفي الارض قد ايه جميلة من فوق، عاملة زي الجوهرة الزرقاء، تجنن. أنا فخورة بيكي أوي لأنك أول حد من أحفادي يطلع القمر. بس أنت إيه اللي وداكي القمر؟ عايزة أشوف ربنا، هو موجود مش كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طبعا موجود يا أمل، وهو ده سؤال، هو أكبر من عينينا. أنا مش من حقي أسأل؟ طبعا بيسمعنا؟ هو اللي عمل لنا الودان. فكرتيني بجدك الله يرحمه، كان صغير في تانية ابتدائي، خالتي جابت له لعبة تلسكوب يلعب بيه، كان يا حبيبي ياخدها وينام بيها في حضنه، وفي يوم كان ماسكها وواقف بيبص على القمر، جه سألني قال لي ماما تفتكري ربنا شايفني وانا ببص على بيته؟ يا أمل ربنا موجود في كل حتة. طب ليه بقى مكتوب لي أمشي في طريق وأخرج منه مجروحة؟ إحنا اللي بنختار وبعدين بنقول القدر. تيتا أنت جربتي تفشلي في الحب؟ حواديت الحب دي هي في كل حتة وفي كل مكان. بحبك قوي يا تيتا. دي اخرتها ماشيه لي ورا جوزك. ايه الاخبار النهارده؟ سخنه وعلى الهوا. صدقيني اخرسي يا قله الادب، اخرسي خالص. ترموني الرميه دي وانا لسه مفتحه للدنيا، خلاص ما بقيتوش قادرين تستحملوني. ماما ما تقوليش ماما، ما تقوليش ماما دي تاني. وامشي ماما. امشي هاتي ماما. امشي. وصلت نزيله جديده لمدينه الشمس، مفاجأة لمربي الحيوانات وخاصة الأنسة بوسي، قطة مدام نصلي، الدكتورة أميرة حسن حفني، طبيبة بيطرية. أميرة أم قلبي أسود كانت أعز صديقاتي،
عرفتها هي وأمينة في سوبر ماركت وإحنا في الإمارات. عشنا مع بعض أحلى 10 سنين في عمرنا ورجعنا مصر حاسين بالأمان، بس حاسين كمان إنه في عمر اتسرق. أبويا وأمي ماتوا وأنا صغيرة، خالتي الله يرحمها كانت ظروفها ميسورة، ما اتجوزتش مع إنها كانت زي القمر، إدت عمرها كله للبحث العلمي. طنط هدى هي اللي صرفت على تعليمي وعلى جوازي. سنة 70 طنط هدى شافت الأطباق الطايرة وهي في الكويت، وقابلت كائنات غريبة من الفضاء وادوها جوهرة هي أهم حاجة ورثتها منها. بصراحة أنا كنت خايفة عشان وهي بتحكي لي على السر العجيب ده أكنها مش هي اللي بتتكلم، إنما صوت حد تاني هو اللي بيتكلم جواها. دي شافت الطبق الطاير وهو نازل على الأرض، وشافت الكائنات الغريبة نازلة منه، وهم اللي ادوها الجوهرة دي. يا مامي يا مامي جوهرة إيه؟ الجواهر بتبقى يداها بألماس. دي من القمر يا حمارة، جوهرة إنما مش أي جوهرة، يعني مش جوهرة عادية. مش عادية إزاي؟ عشان بتحقق الأماني، يعني ممكن تحقق 3 أماني في 10 سنين. هم 10 سنين، تمنيتي ما تمنيتيش هتروح لحد تاني، وتفضل بقى دايرة كل 10 سنين من حد لحد كده ملهاش نهاية. وطنط هدى اتحققت لها الـ3 أمنيات بتوعها؟ عمرها ما فكرت في نفسها، كانت دايما تقولي لو حبيتي نفسك هتحبي غيرك. الحيوان الحيوان عايش في الحاضر، إنما الإنسان كائن عايش للمستقبل. صح ولا مش صح؟ صح. كل واحد فينا محتاج جوهرة زي دي. يخرب بيتك، انت تمنيتي ولا لسه؟ ولا أقدر، ده أنا خاف. دي بقت بتاعتك خلاص، هي فين؟ ما تيجي نجرب. طب استنى، اتمنيتي ايه؟ بس انت اغرب وقت الغروب، اعد النجوم والاك هلال، ولما بحكي وياك بدور دايما معايا وساعات بنسى. لو كنت قابلتك زمان كنت أكيد اتجوزتك، أكيد عمرك ما كرهتي حد. حد يا دكتور تسبب لك في جرح فيهم أكيد مش هتقدر تنسى، وممكن تكرهه، بس الاختيار الأصعب. يلا البت غادة بتحبك. في حضن القمر وانا ليك يا عمري، يلا اعتدي رفيق قلبي، يا ضوء القمر يا فاتن مشاعري، يا سوسني.
غزال؟ ألو. كل سنة وأنت طيب يا بيبي. يا دلعو يا دلعو. باي حياتي. إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه أنت مالك بتلزق فيا كده؟ مش معقولة كده، أنت فاكر إني واحد من إياهم؟ باردون. وبعدين أنا لو خطيبي شافك يذبحك. حقك عليا ما تزعليش. حقك عليا ككسر حقك. حقك عليا. يا عمي أنا سمعتي أخاف عليها، أنت عايز مني إيه؟ معلش معلش. يا ترقص بأدبك يا مش عايز أشوف وشك تاني. لا لا أنا بقول لك هرقص بأدبي. إيه ده إيه ده؟ ليه الغل ده في راس السنة؟ ليه؟ ليه كل سنة وأنتوا طيبين؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ كانت سمعتك فين لما خطفتي جوزي يا كلب؟ ايه الاسود ده؟ بره طلعها طلعها بره طلعها، انا مش ناقصه كفايه كده. في ايه؟ اوعى 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 كده. حب اشوفك بعدين لما تهدي. بتحبني يا ماجد؟ بموت فيكي. يبقى هاتلي مسدس، عايزة اقتلها. انتي تعرفيها؟ اللي اعرفها وانت كمان تعرفها. كوكب. نعم. ابقي خفي ايدك في الملح شوي. حاضر، بس حضرتك عارفة ان الأستاذ خالد بيحب الملح كتير على الأكل. هو مفيش غير الأستاذ خالد عايش في البيت ولا ايه؟ وبيحطي حاجة على شعرك وانتي في المطبخ. تحت أمرك. حطيه في الأوضة. ماجد ماجد ولولا هيسهروا معنا بكرة. احنا مش اتفقنا نسهر مع اصحابنا بس؟ دول صحابك انتي مش صحابي. انا هسيب البنك على اخر السنة الجاية وهعمل شركة اوراق مالية مع ماجد ماجدي، وعلى فكرة في وفد صيني جاي. الصينيين هم الشركة الجوين فينشر اللي ماجد واخد منهم تكنولوجي الالكترونيكس وبيدوله السبلاي اللي محتاجه. أنا زدت 7 كيلو وبطلت أنزل النادي عشان ما أشوفهاش. تقوم تعزمها وتخليها تشاركنا مستقبلنا؟ فكري مرة صح في مستقبل بنتك. أوكي. عصام أخو ماجد جاي معاهم، ولولا هي اللي كلمته عن هالة. وسألت بنتك إذا كانت موافقة ولا لأ؟ وانتي كانوا سألوكي لما اتجوزتيني اذا كنتي موافقة ولا لا؟ سألوني بس من باب الذوق. انا بقى مش مؤدب وهعمل اللي انا عاوزه. لا 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 لي لا 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 Mr. Yanshi, hi, how are you? You know, I wanna do like martial arts. I wanna do like Steven Seagal, you know? You know? Yeah, I know he's a really bad actor, but yeah, I just wanna fight. Forget about him. I wanna do like Karate Kid. Karate Kid, yeah, those kind of, you know, standing stuff, you know, those kind of voila. Kind of those kind of aggressive stuff, you know, kind of martial arts. Hit him up.
هاي. Take care of my son. He's everything to me. Why don't you ask him to take care of me? I will beat him if he doesn't. طنط على فكرة. أنا مصرية ومن أسوان كمان. واسمي خلود. أهلا يا خلود. وانتي بقى مع وليد في سان ريجس؟ أنا بدرس معاه في نفس الجامعة. بس قانون. ماما مالك؟ لا ولا حاجة يا حبيبي، أنا كويسة. من أحلى الرحلات اللي استمتعت بيها في حياتي لما سافرت أنا وخالد روسيا، وكمان عملنا أحلى بيزنس. ماجد بيقول إنك بتتكلم روسي فظيع. أنا قبل ما اشتغل في البنوك اشتغلت فريلانسر في البيزنس. إيه يا ماجد؟ طبعاً أنا مش زي ماجد في البيزنس، أنا مواهبي في حتة تانية شوية. كانت حياة لذيذة، كنت لسه صغير. أكيد مواهبك في الحب أكتر. هانا تقول لنا، عموماً أنا منعت جوزي يسافر هناك حتى لو كانت صفقة العمر. أهي روسيا جات لحد عندك. مش مشكلة، لأن أنا موجودة هنا وواثقة من نفسي قوي قوي. أنا برحب بالوفد الصيني وبقول له أنت المستقبل، ده لو في مستقبل أساسي. على فكرة يا أستاذ ماجد أنت مش بتهزر. نوستروداموس قال إن السنة اللي احنا داخلين عليها دي هتحصل فيها حرب مدمرة، حرب عالمية ثالثة هتكون تحت برج السرطان، وبعد شوية هيظهر ملك جديد هيعافر لغاية ما يخلي السلام يسود على الأرض من تاني. إيه ماجد؟ إيه الحلاقة دي يا أخي؟ أنا جاي أقعد مع البيت، هي فين؟ أنا مش عايز أحرق خالد ومش عايزه يزعل لو أنت مشيت، انت فاهم طبعا. انا مالي ومال الناس دي كلها، ما يولعوا ويولع خالد. انا رايح اسهر مع كيكي. باي. عجبك كده؟ فضحتيني، اكيد انت قصرتي على البنت. اعمل ايه يعني؟ اجري وراه؟ امال لما بتصل بيها ما بتردش عليا ليه؟ وانا شرفني. عموما مش هناقشك دلوقتي في الموضوع، انا جاي اقولك فكي وبحذرك. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me saoules. Allez, dépêche-toi, on y va. Le mobile que j'ai pris de vous, et le software que j'ai pris de vous. Je ne comprends pas. Je comprends ce que je vous dis. C'est un type de software. Et vous devez le faire maintenant.
ميه؟ يعني ايه ميه؟ جات له منين الميه دي؟ يا فندم اهدي شويه، انا خدت الموبايل منك وفتحته قدامك. سو وات؟ ميه وبعدين يعني؟ يعني العيب في الهاردوير مش في السوفت وير زي ما قلتي. مرسي امور. لافت على غيري بالنيه بالنار كاويني الغد يا يوم. هوم 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 تاني هوم. انا كمان يا رشا. Vous en avez en plastique? C'est tout? أرض تكنن أنا واتنين زمايلي، هنعمل عليها مشروع تلاجات. ابتدينا فعلا إن احنا نكلم تجار اللحمة. مشروع هايل بس لسه عايز فلوس. تدخل معانا يا أستاذ ماجد؟ أنا للأسف فيجيتيريان. نو أنا مش عاوزاه يسار قدام التلفزيون خالص. You have 15 minutes to turn it off and take them to bed, okay؟ انتوا عندكوا اتنين؟ آه سهير وشادي. بس بسم الله ما شاء الله عليكي يا هانا، ما يبانش عليك ان عندك ولد بيدرس ماجستير وبنت خلصت الجامعه ما شاء الله. متشكره. يا ساتر يا رب. بحسدك قلبك جامد، قدرتي تستحملي الولد يبعد عنك كل السنين دي. وبعدين بقى انتوا عرسين جداد؟ بقالنا 7 سنين متجوزين. امسك الخشب. وبتشتغلي فين؟ مدير علاقات عامة في فندق جولدن سان. مع انجل روبي دي صاحبتي وحبيبتي ما اقولكيش. وعيالك في انه مدرسة؟ لا احنا ما عندناش اولاد. طب وليه ما تتبنوش طفل؟ مبسوطين كده، عندنا اطفال ما تعديش، وبعدين مش لازم يبقوا اولادنا عشان نحبهم ويحبونا، وهو البيبي بتاعي مش كده؟ هو العيب من مين فيهم؟ لو العيب منها قولي له ان انا عندي له عروسه لقطه بنت ماهر ابو زيد، وادي رقم تليفوني قولي له واتصلي بيا. اتخفي شويه يا لولا. اخف ده ايه؟ انا ضايقت حد يا جماعه؟ هو انتم متضايقين مني؟ انا ممكن اعورك لو عايزه، خلي السنه دي تفوت على خير. ها انت متوتره كده ليه؟ انت اللي واخده المسائل بحساسيه زياده شويه. معاك حق، على الاقل في قلبها على لسانها مش زي مكلكعه وعقد. هو في ايه بالظبط؟ مفيش، انساني انساني وانبسط. مش محتاجه اذن منك عشان انبسط، بطلي تفاهه. اسفه يا هنا لو هسبب مشكله. كلبوستين. We'll be right back.
يعني ايه لفت على غيري؟ يعني راحت لغيري. انت اللي كتبها؟ واحد صاحبي كتبها لي. وليه سبتها تروح لغيرك؟ عشان ساعات الناس بيحبوا بعض بس لما بيقربوا ما بيحبوش تفاصيل بعض. انا ما بحبش الحاجات دي. ما بتحبش تطير؟ اطير اروح فين؟ دي هتخليك طاير لفوق مش لجزر القمر، للقمر نفسه. بس القمر اجمل واحنا على الارض. لما تبص لنفسك في المرايه وانت طاير هتشوف نفسك اجمل كائن في الدنيا. هتغني هنا تاني؟ انا جيت هنا عشان راس سنه بس للاسف ملقوش حد غيري. انا اسمي هاله وانت؟ مش مهم يا هاله عشان انتي ما شفتنيش اصلا. بموت في الألوان دي، تجنن. هي دي الجوهرة يا خالد؟ هي. السنة دي آخر فرصة هنا، يا إما حديها عليها زي ما ضاع عليها حاجات كتير. عاوزاها؟ أكيد نفسي فيها، حتى لو عشان أمنية واحدة. أنتوا الحمد لله عندكوا كل حاجة، ناقصها إيه هنا؟ هنا ناقصها حاجة وبتقول إنها بتدور عليها. بعد كده هيجي الدور علينا، أكيد هتروح لحد فينا ولا إيه؟ هنا خلاص وعدت وليد بالجوهرة. وليد مش هنا، إحنا أقرب. دي حتى ما فكرتش فيا أنا. الجوهرة دي مش هتروح لحد غيري. دي مش طايقاني. بزنس از بزنس. انت جرحتني، حسستني ان انا ولا حاجه. ولما تسيبيني الساعه 12 مع ناس انا عازمهم ليله راس السنه تبقي ايه؟ تبقي ولا حاجه. عطشان عايزه تشربي؟ مش عاوزه. لا ما اقدرش اقابلك النهارده، لا اصل بابي راجل شديد قوي. لا انا كمان ما بحبش النوادي. لا لا البنات هناك دمهم تقيل وكده. انا بفضل اروح. انت ازاي مش عارفني؟ بوروم بوم بو بوروم بوروم بوم بو بوروم بوروم. ازاي عطشان؟ ايه عطشان؟ ها تشرب من جوه. جوه فين؟ هناك. انا اسفه، خلينا نتصافى وتبقى الساعة 12 بتاعتنا احنا بس. ما تلعبينيش احرقك. سيبي ده دلوقتي. ايوه يا تامر. هاي تانت، كل سنة وانتي طيبة. ماما هابي نيو يير. بابي كل ايه يا خالد؟ تضربني بابي؟ تاني بحب. بس يا خالد تضربني بابي؟ تضربني؟ انت ما ضربتنيش وانا صغير، تضربني دلوقتي؟ خالد ماما
ماما. أرجوك كفاية. خالد أرجوك اهدى. قولي له يا كوكب إني بحبه. قولي له كلكم إني بحبه. ليه؟ خش على أوضتك. خش. خدها وروح. حاضر. يحسك عليا. You and I together we will fall in love again. Cause you are the one I love but never mind I هعملك منها مية. اتنين بس. اتأخرتي عليا ليه؟ كنت مستنيه فرصه وبعدين بروق ضميري. طب هاتي الجوهرة. اشوف الفلوس والتذاكر الاول. الجوهرة. وادي الجوهرة. مبروك. ما تزعليش مني يا دكتورة بس أنا عمري ما حبيتك. ليه؟ يمكن اللي جوه غير اللي بره. مش سهلة يعني. الحيوانات لو ما فيش حد بيطاردها ومش حاسة بالألم والخوف بتبقى غبية وكسلانة، لكن أول ما بتحس بالخطر بتعلم نفسها إزاي تكون شاطرة ومكارة. ده الحيوان. على فكرة أنا كمان عمري ما حبيتك. ليه؟ مترقعة؟ مترقعة بس حلوة وبحب هنا. مدام هنا. هنا ولعلمك بقى لو عرفت إن أنا سرقت منها الجوهرة هتسامحني، لكن أنتي لأ. حقيرة. حقيرة بجد. ممكن تلات ترانشات سلمة؟ اه تحت امر حضرتك. اوميجا تلاتة. هو في ايه؟ سمك السلمون بياكل السمك الصغير، والسمك الصغير بياكل الطحالب. الطحالب فيها أوميجا 3 اللي بتدي قوة للقلب. عارفة حضرتك ليه الكبير بياكل الصغير؟ ليه؟ عشان الصغير عنده سر الحب. هو ده السر اللي بيخلي القلب يضخ دم للراس عشان نحلم، ويدي قوة لليدين عشان نحقق الحلم. انت عاوز ايه؟ عايزك تمثلي.
ليه؟ انتي خاصة جدا. أنا باجي السوبر ماركت كل يوم عشان أشتري منك. أكيد جوزي مش هيخلينا مثل. أنا مش هعمل فيلم بورنو. عايز أتكلم عن نفسي. وأنا علاقتي إيه لما أنت هتتكلم عن نفسك؟ أنت بتلهميني. أنت مصري؟ أبويا فلاح من شرقية، أمي فلاحة برضو بس من النمسا. أنا بقى جيت هنا عشان أدور على نفسي. أنا مين؟ وعرفت أنت مين؟ أنا السلمون اللي بيمشي عكس الموج، عارف إن المية فيها سر الحياة، وإن القمر بيتحكم في المد والجزر. أنا السلمون اللي عايز أمشي عكس الريح عشان يرجع المكان اللي اتولد فيه. زي الجوهرة اللي نزلت من القمر وهترجع له تاني. أنا من أسرة محافظة. أسفة. أنا بفضل الأعشاب الطبيعية، ملهاش أثار جانبية، مش زي الكريمات، مهما كان برضو بيبقى فيها نسبة كيماويات ولو بسيطة. على فكرة البابوني كويس قوي، ريحته مش نفاذة، مريحة للأعصاب. تفتكروا أنا حلوة؟ بتقولي إيه؟ بقول أنا حلوة، جميلة يعني؟ طبعاً جميلة وزي القمر. يعني ينفع أبقى بطلة فيلم؟ عربي ولا أجنبي؟ بلاش تقطي محية أمك، ها؟ خليكي في حق في حالك. يا بايخة يا رزلة. Je rentre en France demain. On n'a plus les mêmes rêves. Je pensais le contraire. C'est justement ça le problème. Tu me vois plus comme je suis. Tu vois plus nos différences. En tout cas, j'ai aucun regret. Tu m'as appris beaucoup de choses. Moi non plus. Maintenant, je sais parler français. Mais je sais pas à qui parler. Tu pourrais chanter. Je suis allé au marché. Aux oiseaux, je suis allé au marché. Aux oiseaux, pour acheter des colombes pour toi, mon amour. J'aime pas les oiseaux en cage. Je suis allé au marché aux fleurs. Pour acheter des roses, je suis allé au marché aux fleurs. Pour acheter des roses, pour acheter des roses, pour toi, mon amour. C'est pas des roses. Et en plus, sans fleurs, j'aime que les pétunias. Je suis allé. Au marché de senteur, pour acheter des parfums. Je suis allé au marché de senteur, pour acheter des parfums. Pour acheter des parfums, bon toi mon amour. J'aime pas cette odeur, ça me fait penser à ma tante. Quand elle vient nous voir, on devait ouvrir toutes les fenêtres pour respirer. C'est vraiment qu'un gros égoïste. Jamais tu as pensé à moi. Jamais tu as fait des projets communs. Moi, j'avais tout laissé pour toi. J'ai laissé mon pays, j'ai laissé ma famille. Et voilà ce que t'en fais. Finalement, tu me laisses toute seule. Et puis, je
احنا مش عاملين حجز الاثنين بس، مين مستر ولا مسس كيدا؟ انا مستر كي. بابا لو عايزين تلعبوا لوحدكم انا ما عنديش مانع اتفرج. مستر خالد ما افتكرش الجيم هيكون لذيذ من غير حضرتك. يوسف عارفك كويس، ممكن حضرتك تاخد مكاني لو تحب. انا ما بلعبش مكان حد. Развитали яблони груши, побыли тумани над рукой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. بتدندن حلو يعني. طب ليه ما درستش مزيكا بدل الهندسة؟ بحب الهواية، بحب أدرس حاجة واشتغل حاجة تانية، مش عايز أبقى محدود. تعرف إن أنا كنت بيانيست؟ ماما قالت لي إنك زمان كنت حاجة تانية خالص. زمان كل الناس كانت حاجة تانية. محل الموبايلز بتاعك أنت وصاحبك ماشي كويس؟ يعني بنجيب مصاريفنا وساعات بنساعد اهالينا. بس انت مرتبك ماليا. كفايه اني بعمل الحاجات اللي انا بحبها. صح يا يوسف، بابا ما كانش ممكن يجي يلعب معايا، اكيد هو دلوقتي سايب شغل مهم جدا. ما انا مش بشوفك في البيت بس بسمع عن مغامراتك. مش لازم الاب برضه يطمن على بنته ولا ايه يا يوسف؟ افتكر يا مستر خالد الاب لازم يطمن على بنته على طول. انت بتتجسس علينا يا بابا. اوعى تنسي ان انا تريدر في بنك، يعني مهمتي اني اتحرى عن العميل، فما بالك بعميل نصاب عايز يضحك على بنتي. بنتك اللي اصطادتني مش انا اللي اصطادتها. فرصه سعيده يا مستر كي. بنت أنا مش عارفة أعمل إيه، مش لاقي حد بدل كوكب، مش عارفة هي سابتني ومشيت ليه، مع إن أنا عمري لا زعلتها ولا ضايقتها في حاجة. بسيطة، أجيب لك فلبينية حبشية. متشكرة قوي. على فكرة نسيت أقول لك إنه في مخرج عرض عليا إن أنا أمثل. تمثلي؟ ايوه مثل، يعني بقول انه
فيلم عائلي. عائلي؟ لا ياخدش حياة الأسرة. هو حكالي طشاش كده يعني، المفروض إنها ست عايشة لوحدها ومش معروف عايشة إزاي. مش معنى أنت بالذات اللي اختارك للدور ده. مش يمكن شايف فيا سحر؟ مش يمكن شايف فيا سحر من نوع خاص؟ You are too special. تفتكري يا هلا أنفع؟ أنفع أمثل؟ حضرتك اللي هتمثلي مش أنا. على العموم أنا اعتذرت، ما بيتهيأليش هعرف يعني إن أنا أمثل. من ناحية التمثيل بتمثلي حلو قوي، مش لازم كمان في الأفلام. خالد، أما كنا في الإمارات كنت بشتغل في البنك، كنت انت مبسوط لما بتلاقيني مبسوطة؟ ما انا مبسوطة اهو. انا عايز اسحب جزء من حسابي اللي في البنك واعمل بيه اي مشروع. حسابك؟ ودي فلوس. خلاص سيبنا اشتغل. انتوا بتصحوا كل يوم الصبح وانتوا عارفين رايحين فين وهتعملوا ايه وعايزين ايه حتى. تشتغلي ايه؟ ممكن اشتغل اي حاجة في البنك ولا حتى زي امينة مديرة علاقات عامة. لما تبي تنجح في العلاقات الخاصة الاول. انت طول النهار وطول الليل ماسك الريموت كنترول وقاعد قدام التلفزيون مش حاسس بالدنيا، مش حاسس بحد. حاسب لك الريموت كنترول من بكرة يا ستي. مبسوطة؟ انا خلاص زهقت يا بنت. أنا أحسن تريدر في البلد دي. أي بنك بيتمنى إني أشتغل معاه. عمري ما خسرت. الفلوس اللي لعبت بيها في كل بورصات العالم فهمتني حاجات كتير قوي في الدنيا. I am the best. أما أنتي فصفر. زيرو. دودة. ليه ناسية الجوهرة؟ كلميها. أتمنى أتمنى إيه؟ وليد وحشني قوي. مامي ما ينفعش الجوهرة تبقى بتاعتنا احنا الاتنين؟ انتوا كبرتوا خلاص، مبقيتوش محتاجيني. خلي بالك من نفسك. سبت البيت
ونزلت في الفندق اللي بتشتغل فيه أمينة بصفة مؤقتة لحد ما أعرف حامل إيه. اللي بيقلمني أكتر من قسوة خالد وإهانته ليا إني مسلوبة الإرادة. كرهت نفسي عشان اتمنيته وهو نازل على ركبته إنه يعتذر لي ويبوسني في خدي. كرهت نفسي عشان مستعدة سامحه. محبتكيش وحبيتك وجاي لحد باب بيتك عشان اقولك محبتكيش وحبيتك وجاي لحد باب بيتك عشان اقولك محبتكيش. محبتكيش وانا عارف باني ماليش غير انتي ماليش. محبتكيش هتسمع كلامي ولا لا؟ ما تقلقيش يا امي. طب يا حبيبش وردة حبي دبلانة في أحضانك عايزها تعيش. محبتكيش وحبيتك وجاي لحد باب بيتك عشان أقولك محبتكيش. آه حبيتك وجاي لحد باب بيتك عشان أقولك محبتكيش. ورغم ده جيت لباب بيتك عشان اقول اني حبيتك ومش عارف بحبك ليه. عارف حبيتني ليه؟ زي ما انا عايزك جنبي علشان قلبي يفضل يدق. انت كمان عايزني جنبك عشان قلبك يفضل يدق. رشا أعز صديقاتي ماتت. ماتت. أنا يوسف. انت يوسف؟ هالة عاملة ايه؟ محتاجة لك. وابوها عامل معاها ايه؟ هو كمان محتاج لك. انا مسافرة. وهم؟ ابني وحشني. انت عارفة ان ابنك مبسوط بعيد بس مبسوط. هم لأ. انت عايز ايه؟ هالة كانت لوحدها كتير ومستر خالد تعبان. رجعي وحضنيهم قوي. ارجع حتى لو ابوها مش عايزك؟ بس انا عايزها وهي كمان محتاجة لك. رشا صاحبتها ماتت اوفردوس. انت لازم تيجي النهاردة وتكلموا في موضوع الكارد. انا مش عارفة افتح مع الموضوع ازاي. التلاجات لو ما دفعش عربونها
العملية كلها هتكون باظت. بقول لك ايه، ما تتأخرش. باي. الشاطر حسن كان عاوز يتجوز أميرة، وأبوها طلب منه 11 جمل أحمر. كان عارف إنه مش هيرجع تاني، عشان المكان اللي رايحه كان خطر قوي. أنا خايفة. ما تخافيش. أوعدك في عيد ميلادك أعزف لك على البيانو. واتجوز الأميرة وعملوا فرح كبير وعاشوا في تبات ونبات. أما كنت بتعزف على البيانو كنت بحس جواك ثورة، عايز تغير الكون، وفي نفس الوقت كنت رقيق وحنين. صحيح كنت بتعمل حاجات بسيطة وصغيرة، بس ما تتصورش كانت بتعمل فيا ايه. بموت في كده. الحب كده ولا مش كده؟ عارفة يا هالة، لما كنت صغيرة وكنت بشيلك على ايديا كنت بحلم انك تكبري بسرعة، اخدك اخرجك وفسحك، ارقص معاكي، بس دايما الدنيا تبتدي باحلام والعمر بيعدي وبتتسرق احلامنا، ما بيفضلش لحظة حلوة زي اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي مع بعض. سوري يا بابي، ثانية واحدة. ألو. ازيك؟ أيوة يوسف، وحشتني، وحشتني قوي. وانتي كمان وحشتني جدا. كان نفسي أكون معاك. هتعوضها لي وتعزمني بالليل على العشاء، ممكن يا حبيبي؟ ممكن جدا. تحب تعيش فين بقى؟ ألو هلا، رحت فين؟ بحب البحر وبخاف منه موت، ما بعرفش اعوم بس بحب المية، وبحب هدومي تتبل، ودايما لما اتوتر بحلم بخالد بينقذني وانا بغرق. خوف وألم ودموع، نوم عميق وليل طويل، هو ده الموت، وده الشرط اللي اتخلقنا بيه، ده نظام الكون. خالد رغم كل قوته وصلابته بتهز ويخاف قدام الموت. أنا رغم هشاشتي ما بفكرش في الموت كتير، بفكر في الحياة، عشان الموت مش هدف الحياة إنما مجرد نهاية عادية. قيمة الحياة مش في طولها، مش في عدد السنين، قيمتها ازاي عشناها واستفدنا منها، وهي دي مشكلتي الحقيقية. عارف رشا صاحبة بنتك ماتت ازاي؟ اوفردوز دراجز. وهالة كمان بتاخده
خالد أرجوك اسمعني، لو بتحب بنتك ساعدها، لو عايزها تعيش شدها من إيدها من الحفرة اللي هي فيها، أرجوك جوزها اللي بتحبه وبيحبها، مش اللي انت عاوزه وهي مش عاوزاه. محسن مات مش كده؟ عمل ايه في الفلوس اللي هو محوشها طول العمر؟ عمل ايه؟ ولا حاجة. بصلي أرجوك يا خالد، أرجوك أرجوك. تعلن مدينة الشمس عن وصول فارس الديجيتال سينما المخرج الكبير كوكو شبانة. كوكو شبانة أفلام العظيمة هتعيش معانا. يا منجا غرامي، المرأة الغامضة، إشارت فوق السحاب، جندفلي صوابع زينب، كوكو شبانة. ده التكريم اللي خدته بعد كل السنين دي؟ ما افتكروش الأسوأ أفلامي، كان عندي طموح أعمل حاجات كتير، بس ما كنتش عارف إن هعيش الزمن ده. لو كنت عارف كنت كومت أكتر. ما كنتش عايزك تمثلي، كنت بحلم بس الاقيكي جنبي على طول، وكل ما بشوفك كنت بترج من جوايا. انا كنت فاهمه وحاسه، وانا كمان كان عندي نفس الاحساس، بس ما كانش ينفع نحب ولا نرتبط ببعض، كان حاجز السن، وكمان انا كنت متجوزه. تخيلي انت تاني بتصحي روحي، بتخليني عايزه اعمل فيلم تاني. انا المره دي هساعدك ومش هخاف. محدش يقدر يمنع حد انه يعمل اللي نفسه فيه. انا عندي كاميرا فيديو ديجيتال، ممكن لو حبيت يعني امسح كل الشرايط اللي مسجله عليها. أنا عايزة. لا، ما تمسحيش حاجة، هو ده تاريخك، ما تهربيش منه حتى لو كان مليان بالعذاب. تاريخك ومستقبلك هو ده أنت. إحنا جينا هنا ليه؟ الوحدة والعجز ومحدش حاسس بينا. ودلوقتي I hope it's up day for the market. وسعر الـ AOL بكام النهاردة؟ لو نزل 18 اشتري لي 10,000 سهم. Let me know once it's done. طمني يا أمير، الدراسات اللازمة اتعملت، مسألة وقت نستكمل فيها موافقات الـ Approval Authorities جوه البنك. إن شاء الله هتاخدي القرض. أنا مش بفكر في الكارد، أنا تعبانة يا خالد، تعبانة قوي. أولا لا. What are you reading? It's a love story. But at the end it's not happy end. Mm-hmm.
a woman ran away at the end, and then he go back to his wife and children. الست نازلي في طريقها الى المحطة الفضائية بالصحراء الشرقية، مسافرة القمر، رايحة تزور ابنها، واخدة معاها الانسة غادة مرافقة ليها، والانسة بوسي، وطبعا بوسي اول قطة تطلع على سطح القمر بعد الكلبة لايكا. انا مسافرة القمر علشان اتعالج من الصدمة. انا تبعني عشان بنت زي دي؟ ده انا حبيتك يا جميل. هاتي قطتي يا حبيبتي، هاتي قطتي. We gotta say goodbye for the summer, darling. عايزي بلاش تسافري، هتجوزك. فوقت بعد ما فلسعتك؟ ما كنتش شايف. أنا سبت استقالتي في الإدارة واتقابلت في مستشفى جديدة في القمر. أنا خلاص مسافرة ومش راجعة هنا تاني إلا لما الأرض تتحول وما يبقاش فيها ألم. Bye bye love, bye bye happiness. Ciao ciao bambi. جو جو بامبينو. ده عنوان أمل في القمر، ساكنة في حي ترانكي للاتس. وأنا إيه اللي وديني هناك؟ أنا ابني ساكن في ظهر القمر في سيرينيتاتوس. اخص عليك يا نازلي، ده أنا قلقانة عليها، بقالها فترة ما بتعملش تشاتنج معاي. مسكي. خلاص هتصرف. هاتي. ميرسي. فكيها يا بنتي فكيها. ينعقد هذا الأسبوع مؤتمر دولي على سطح القمر ليناقش الوضع القانوني للفضاء، وخاصة السيادة القانونية لكل دولة على طبقات الجو اللي فوقيها، والسؤال اللي بيكهرب الدنيا هناك: هل نزول الرواد الفضاء الأمريكان على سطح القمر سنة 69 يخلي القمر ولاية تابعة لأمريكا؟ كوكب. انت مين؟ انا ماجد مجدي. قولي لو ما عرفتش امثل هتكرهني؟ مش عايزك تمثلي، انا عايز هنا، عايزك انتي. خالد، اتمنى ان رحله اسكندريه تكون ناجحه. حاولت اتصل بيك بس موبايلاتك كلها بره الخدمه. ما تزعلش مني، انا قررت اجرب حظي في السينما. احنا بنصور في العين السخنه، ما تخافش مفيش بوسه ولا مايوه. أنا همثل شخصية وهمية بس محتشمة. ببوسك. مش عارفة، بيتهيألي تعفيني، مش هقدر. أنا آسفة. من فضلك أرجوك ساعديني أودي الناس القمر. الكاميرا فين؟ هي دي الكاميرا. دي؟ أمال يعني بنشوفها في الأفلام حجمها كبير. ما تخافيش، أفلام مهمة في العالم تصورت بالديفي كام. بعدين مش مهم هي قد ايه ولا نوعها ايه، المهم ان هي ديجيتال وبتصور ايه. وبعدين كفايه ان هي بتصورك انتي. شلاف كينلاين شلاف، dein Vater ist ein Schaf, deine Mutter ist ein Trampeltier, was kann das same Kind dafür. شلاف كينلاين شلاف. انت لو قربت مني هتهلك، هتغيب من على وش الارض. اصلا انا مش حقيقيه، انا جنيه. احسن لك تدور على حد من بنات الانس ومن سنك. او جوت wie ich dich liebe du Mondesstein der du Mensch bist und doch nicht Mensch. Und wenn du Mensch bist, dann fühl mich und berühre mich. Hol mich ein. Zeig mir, dass du wie ein Engel meinen Schatten streichelst und nie von meiner Seite weichst. Behebig. دي ملكي.
تتحرق. يمكن تبقي حقيقة ويمكن تبقي وهم، بس انتي في النهاية حتة جمال. اللي مزعلني اني قلبي بقى زيك، حتة جماد. هتمنى منك حاجة، ان قلبي يرجع ينبض من تانية. شباكي بعده مفتوح. أنا هنا عز الدين، وده يونيفورم بنتي هالة، أنا اللي عملته لها بإيدي. أنا أي بنك يتمنى يشتغل معايا. كل الفلوس اللي في البورصة في العالم علمتني ازاي افهم اكتر من اي حد. انتي ولا حاجة، انتي دودة. انا حوري لك الدودة دي. امي الله يرحمها كانت بتحكي لي عن الدودة، كانت تقول لي دايما لما تلاقي الدودة في التفاحة تبقى دودت ولازم تترمي، بس لما تشوفيها على الشجرة ما تموتيهاش، قربي منها وشوفي بتاكل ازاي. قربي اكتر هتسمعي صوتها وهي بتقرقد الورق، لغاية ما تشوفي بعنيكي وتلمسي بايديكي الحرير اللي هي بتعمله. ده الفرق بين دودة الأز والدودة اللي بوظت التفاحة. ايه يا دودة الأز؟ شباكي بعده مفتوح والبرداي عم بتلوح، شباكي بعده مفتوح. تأمري حضرتك بحاجة؟ انت عارف انك كنت هتتسبب لي في مشكلة وتهد اللي فاضل من حياتي. ساكت ليه؟ انت طبعا مش هتقدر تحس بالألم اللي انا فيه. هتحس ازاي في سنك ده؟ الألم ملوش دعوة بالسن، ممكن واحد يتولد بالألم وممكن واحد عايشة مع الألم. الاتنين بيدوروا على نقطة مياه في الصحراء. نظرات عينيه فكرتني بحكاية كوكب عن الواد بتاع البيتزا، عينين منورة وكهربا. لا مش هستسلم لك يا كوكو يا شبان، عارفة انت عاوز ايه بس مش هديهولك. مش عايزة حد يقصلي شعري، انا قصه لما ابقى عاوزة. American coffee please. مش جربت اعمل كانيلوني لوحدي وفشل؟ انتي محلوية يا هنا. انتي عايزة تقابليني عشان تعرفي تعملي الكانيلوني ازاي ولا ايه؟
في الفترة الأخيرة حسيت إن جوزي المحترم بيلعب بديله، كل ما نخرج نسهر ألاقي بنات بتعرف، كنت هتجنن. ميرسي. قلت له يا عبيد طول بيبصولك علشان فلوسك مش عشان جمالك وانت مقلبس كده. بقينا نتخانق شوية وبعدين قلت يا بنت كبري دماغك، لحد ما لقيت الدكتورة أمير صاحبتك عاملة لين كمان. لما واجهته قال لي أبدا دي عاملة مشروع ومزنوقة فيه، مع إني عارفة إنه خالد سهل لها قرض في البنك. قلت أكبر دماغي لكن الشك رجع تاني، قررت إني أراقبها. ماجد طلع بريء بس ده ما فرحنيش لأني عرفت إنها بتخونك مع خالد. أنا أسفة يا هنا، أنا ما بحبش أخرب البيوت بس أنا بحس إن ربنا بيزقني علشان أفتح عينيني الناس اللي بحبهم. Sorry, I have to leave. The life we choose, we find and never lose. Those were the days, yes, this was the days. ده كتاب عن الطفل مهم قوي تقريه. عارفة بيتكلم عن البيبي هو لسه في بطنك، ازاي مهم قوي انك تكلمي، انك تغني له، انك تقولي له بحبك. وانتي في بطني كنت دايما بسمع اغاني ليلى مراد ودندنها دايما، اغنية بالذات يا طبيب القلب تيرارارا بيت حبيب القلب. المهم في يوم دخلت عليكي كنتي مع وليد أخوكي بتلعبوا مع بعض، سألتيني عن الأغنية دي بالذات وإنك عمرك ما سمعتيها ومع ذلك بتغنيها. من يوميها قررت إن أنا دايماً أغني لكم. أعملي كده وأغني له يا طبيب القلب تيرارارا بقيت. وبابي كان بيعمل إيه؟ بابي؟ بابي بيخوني. يا طبيب القلب ترارارا بقيت حبيب القلب. ما تحضنيني يا هالة وتعيطي، ليه بتبصيلي زي ما يكون بتكرهيني؟ مش أنا اللي خنت، هو مش أنا. أمينة حجزت لنا في الأوتيل فعلا عشان إيه؟ عشان عيد ميلادي؟ مين قالك إن أنا عايز أحتفل بعيد ميلادي؟ يا ريتني ما اتولدت أصلا.
انت اللي طلبت مني ان اهتم بيها. غلطتي انا برضو. انا معترف ان انا غلطت في حقك. متأخر قوي. وليد اتصل بيكي وبيقول لك كل سنه وانت طيبه. انا ما خلفتش منك. ما اعرفش مين وليد، مين هالة، ما اعرفش انت مين ولا انا مين. لو سمحت نتكلم بكره. كل سنه وانت طيبه. قبل ما تمشوا عدوا عليا او كلموني انزل لكم. عندي حاجات زيها كتير، الحاجات كلها بقت شبه بعض. أنا عايزة انفصل. انتوا سرقتوها مني والجواهرجي سرقها منكم، بس ما حدش فيكم شق الارض ولا بقى طول الجبل ولا حد فينا هيعيش الف سنه. مش دي الجوهره ولا دي ولا دي. الجوهره في القلب. اتمنى يا سمك البحر حب من غير وجع، فرحة من غير ألم، وقمر من غير خوف، وشمس دافية ما بتحرقش.
وحشتيني يا تيتا، وحشتيني. أنا جبت معايا من القمر الجوهرة اللي بتحقق الأماني. بصي يا تيتا، بصي حلوة قد إيه. الله، قد إيه اتحرمت من الهوا ده وأنا على القمر. يجنن. كان في أصوات مناورات عسكرية جاي صداها من بعيد، والناس كانت خايفة من حرب محتملة بين الكواكب. حبيبي مزاجه مش ولا بد، بقى بيحب ينفرد بنفسه. خفت عليه من الوحدة والاكتئاب، فقررت إن أنا فتحه في رغبتي في إن أنا أتجوزه ونقضي مع بعض ليلة في القمر. ها هو مجد مجدي يعود إليكم آخر مرة. سوف يقتصر نشاط الإذاعة على إذاعة الأغاني والموسيقى الهادئة. اتوحشوني. رحت في ما بحب، بحب صوت المزيكا. أغرب أغرب وقت الغروب.